تمام. حته الارض اللي ورا لا دي مناطق ترفيهيه وخلافه، وتنظم وتشرع. ماستر بلان كامل، ماستر بلان ريجيلاتوري، ماستر بلان مش مجرد بقى ماستر بلان زي ما احنا كنا عارفين. احنا كنا زمان بنقول ايه، لا هنعمل هنا فنادق وهنا مش عارفه مشاريع مختلفه. لا هو كان عاوزنا نقول هنا فنادق، اي نوع من الفنادق وكم غرفه وكم ده، وانا كمستثمر لما هخش ابني الموقع حضرتك كدوله عارف ان انا هبني هنا 200 اوضه وممنوع عندي 205، ومش هعمل السوق التجاري غير في المنطقه دي بالشكل الفلاني. فهذه المخططات والكلام ده الحقيقه الثاني و لم ارى سرعه رد فعل على قدرتي الفترات اللي فاتت كلها، انه امكانيات الوصول للمقصد السياحي يمكن حضراتكم تلاقوا انه بالفعل تم الاعلان عن اير سفينكس. المخططات العامه الرئيسيه حاليا وزاره الاسكان وبتقوم بالنظر في هذه المخططات للاماكن السياحيه. فالحقيقه يعني وده كلام قالوه نفس الشركه، ده انتوا حتى لسه ما استنيتوش التقرير النهائي يطلع. يعني الحاجات دي تعتبر يعني تداعيات للاستراتيجيه اللي احنا بيها، صح؟ خلينا نقول هو ساعات انت بيبقى عندك فكره، هنقول ان وزاره الطيران هي كانت من الاول عندها هذه الفكره.